بعد دراسة معمقة والتخطيط للهجوم في اجتماع ضم بعض المسؤولين بالمنطقة والناحية، تم تحديد واختيار يوم الهجوم في الوقت الذي تكون فيه الحراسة على يد الجندي الجزائري محمد زرنوح داخل المركز، وتم الاتفاق معه على الإشارة الشروع في العملية. جاء التحذير من داخل الثكنة في حد ذاتها، بحيث أن المدعو محمد زرنوح كان مجندا برتبة عريف أول في صفوف الجيش الفرنسي، وهو ينحدر في أصوله من منطقة الجلفة. هذا الذي أبدأ في البداية كل التعاون مع الثورة، لا لشيء سوى لأن لديه بعد وطني بضرورة تحرير هذا الوطن. القيادة شرحونا تما، دارونا طابلو وكذا فيها المركز هذايا، وفيها الأسلحية ثقيلة، فيها الدبابات، من كل دبابة منين محطوطة، والأسلحية ثقيلة وكذا. وصورونا المركز باليد، موش بآلات تصوير لا، وحدونا واسمو الغرف تاع النوم، حدونا المطعم، حدونا المطبخ، حدونا الحراسات، حدونا الدبابات، وحدونا كل شيء. هذا النهار الثاني فيفري. هذا كان الموعد المحدد في يوم الرابع فيفري عام 1958 على الساعة 7 مساء، حيث تم تشكيل وحدة المجاهدين بأمر من قائد المنطقة ربح الثايري، وتكونت من كتيبة الناحية تحت قيادة سعيد سعود المدعو سعيد لوشكيش، وفرقة من فيلق المنطقة بقيادة الملازم الأول الشهيد موح أرزقي، وبعض المسبلين في المنطقة كان مجموعهم قرابة 250 مجاهدا. في الموعد المحدد انطلقت كتيبة من المجاهدين وباغتت حامية المركز من جميع الجهات، واقتحموا غرف الجنود الفرنسيين بعد الغروب وتحت جناح الظلام، وأجبروهم بحد السلاح على رفع الأيادي وتسليم أنفسهم رغم الدبابات الستة المتواجدة والمدافع. أنا نظمت الأفواج على أساس استعملوا غرب الإشارة وكذا. سمسم مرت كي دار لي سينيال، دار لي بالمضواء باللامبا، شعل لي وشعلت له، وتمسم عرف باللي الطريق راه يعني الحارس تغير. بعد عقبت انا يا محمد وعلي وخالد هذايا باش يقتحم دبابات، باش يتكلف بالدبابات في حالة ما إذا كان ما نجحتش العملية ما يخرجوش، ما يحكمونش الدبابات والأسلحية ثقيلة ولا كذا. أشرت له بالإشارة لمحمد وعلي، راح اقتحم احتل الدبابات. زدت أشرت بالقاسم شرفاوي باش يحكم وين كان الأسلحية الثقيلة، وين كاين الحراسة هذيك تاع المراقبة وكذا. بقى الدور تاع إبراهيم بن عوف ربي يرحمه، أنا على رأس الفوج. لم تتجاوز مدة الاقتحام ربع ساعة، وتم تقييد الأسرى وعددهم 24 جنديا وفي مقدمتهم الضابط الفرنسي أوليفر ديبوس. بعدها شرع المجاهدون في تحطيم الدبابات وتدمير المركز المتكون من 3 بنايات بمساعدة البطل محمد زرنوح الذي لقب فيما بعد بمحمد الحوران كاسم ثوري. كلل هذا الاقتحام بانتصار بطولي في وقت قصير جدا، أما عن نتائجه فكانت بغض النظر عن الاستيلاء على المركز وإخلائه كاملا غنيمة حرب جد هامة.
منها 35 قطعة سلاح خفيف وسبع رشاشات أمريكية من نوع 30 وكذلك سبع رشاشات من نمط 7-12 ومخزون هام من الذخيرة الحربية المتنوعة حمولة 63 بغلا. نقلت فيما بعد إلى مركز القيادة المتواجد بمنطقة لاكفادو بني وقاق. غنيمة كبيرة هذه، غنيمة هذه. أنا مقيم هذا المركز تاع الحوران علي، يعني أول عمل على مستوى الوطن. الغنيمة دينا شوف بالاختصار باش ما نطولوش بزاف، دينا 7 مدافع الرشاش نوع 12-7 محمول على الدبابة، وهزينا 7 مدافع الرشاش نوع أمريكي، وهزينا 4 مدافع هون 2 عيار 82 و2 عيار 60، ودينا أسلحة الخفيفة هذه الفردية هذه، دينا كل شيء اللي موجود في هذاك المركز هذاك، ودينا 63 زيلة حاملة غير ذخيرة، وإحنا كنا حاجة بهذيك الذخيرة هذيك.